معنا هاتفيا من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات سيد حسان القطب. مرحبا بك استاذ حسان. انباء عن المطالبات من خامنئي لروحاني بالتحقيق بشان الوضع الاقتصادي وقلقه بعد زياده التظاهرات، هل بدا النظام في ايران يترنح بالفعل؟ نعم، هذا السؤال الذي وجهه خامنئي الى روحاني هو سؤال فقط لامتصاص النقمة الشعبية ومحاولة إظهار أن المرشد الأعلى إنما يحاول معالجة الأمور ومتابعة دقائقها، مع العلم أن النظام الإيراني بطبيعته هو نظام يخضع بالكامل لسلطة المرشد وسياساته وتوجيهاته، ولا يمكن أن يتخذ قرار إلا بمراجعته وبعد موافقته. فالسؤال الذي وجهه خامنئي لرئيس الجمهورية روحاني إنما هو في غير محله وفي غير موقعه، وما هو إلا استهلاك للوقت ومحاولة استيعاب النقمة الشعبية وإظهار أن هناك مراجعة ومتابعة لأخطاء قد يتم تحميلها لروحاني وحكومته تمهيدا لمعاقبته. الرئيس السابق الرئيس السابق للبنك المركزي محمد رضا بور إبراهيمي قال إن أبناء المسؤولين هربوا أموالا إلى خارج البلاد، هل يسكب بذلك إبراهيم الزيت على النار بهذا التصريح، وهل يمكن أن يوضع هذا التصريح في إطار الصراع الداخلي في النظام الإيراني؟ طبعا هناك الآن محاولة للبحث عمن يتم تحميله مسؤولية الواقع الاقتصادي السيء والتدهور الاقتصادي الذي يصيب مختلف فئات الشعب الإيراني. من المعلوم وهذا قضية ثابتة ومثبتة تاريخيا أنه كلما اشتد الضغط على أي دولة من الدول اقتصاديا البعض القوى المتنفذة أو النافذة تسعى لإخراج أموالها ورؤوس أموالها من البلد المحاصر إلى الخارج حفاظا عليها واستغلالها في استثمارات خارجية، كما يحدث الآن مع بعض الحالات الروسية الذين يستثمرون أموالهم في بريطانيا. فالمتنفذين في إيران يسعون لإخراج أموالهم حرصا عليها وحفاظا عليها من أن تضع الدولة الإيرانية يدها عليها، فهذا يزيد الضغط في الداخل على الشعب الإيراني ويحرم الكثير من المواطنين الإيرانيين من وظائفهم ومن حرمان الدولة الإيرانية من العملة الصعبة التي هي بحاجة إليها لتأمين الاستيراد من الخارج المواد الأولية. إذن في الخلاصة، مع استمرار التظاهرات الشعبية الساقطة على أداء النظام الإيراني وتزايدها، إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التظاهرات الأوضاع في الداخل الإيراني؟ من الملاحظ أن هذه المظاهرات بدأت منذ تقريبا قبل عام وهي مستمرة ولكن بوتيرات مختلفة، بدأت قوية ثم همدت والآن بدأت تتصاعد من جديد، لكن في نفس الوقت نرى أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، وهذا ما يؤشر إلى أن المسيرات والتظاهرات سوف تشتد أكثر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم. وقد قال أحد التجار في إيران أنه لا يهمه شكل النظام إنما يهمه الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي حتى يستطيع أن يقوم بعمله بشكل جيد. إذا المطلوب استقرار اقتصادي واستقرار سياسي، وهذا ما تعتقده إيران، وهذا ما قد يشير إلى بداية تحول سياسي في الداخل الإيراني قد يؤدي إلى انقلاب أو إلى ثورة شعبية عارفة. شكرا جزيلا لك من صيدا مدير مركز لبنان للأبحاث والاستشارات سيد حسان القطب.